السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننساو خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، حبينا نرجعوا على تصنيف الفيفا، والناس مستعجبه ومستغربه في نفس الوقت كيفاش المنتخب الجزائري بطل افريقيا يجي في المرتبه 38، وتونس تجي في المرتبه 29، ونيجيريا في المرتبه 34، والسنغال في المرتبه 20. غريبة، مش غريبة، أنا بالنسبة لي مش غريبة، وترتيب منطقي، ترتيب منطقي. علاه؟ نعطيك بالأدلة. هذا من المنتخبات علاش جاب أحسن من الجزائر؟ لأنهم لعبوا مقابلتين وديتين. تونس لعبت مع كوت ديفوار، لعبت مع الله أعلم مع النيجر ولا مقابلة أخرى نسيت، مع فريق أفريقي الثاني. كل المنتخبات لعبت مقابلتين وديتين، بطل الفريق يلعب مقابلة واحدة وواحدة، احنا نعرف مع من؟ مع البنين. إذن الترتيب منطقي جدا، منطقي جدا، كل المنتخبات تلعب مقابلتين، إلا المنتخب الجزائري بطل إفريقيا يلعب مقابلة ودية واحدة. إذن العيب مش في فيفا، العيب فينا احنا. انكم عارفين العيب في من؟ صح، كاين الناس ما تشتيش الهضرة هذه، بصح هذه حقيقة. الناس هذوما تونس ولا نيجيريا ولا السنغال أحسن منك، لعبوا مقابلتين وديتين، لعبوا دو ماتش أميكال، ما لعبوش مقابلة ودية واحدة، ولعبوا مع منتخب متوسط ولا ضعيف ومنتخب قوي، ما لعبوش مع البنين فقط، مع البنين وحدها فقط. اذا العيب فينا احنا، ماهوش العيب في الفيفا. زيد عاود نذكر، تصنيف الفيفا مهم، ومهم جدا لتصفيات كاس العالم. تصنيف الفيفا مهم ومهم جدا لتصفيات كاس العالم، لازم نزيدوا في المراتب، لازم نطلعوا في المراتب، لازم نطلعوا في المراتب. مقابلة جاية مع كولومبيا، المقابلة الثانية ماناش عارفين، إذا عاد منتخب خليجي راح نزيد نحطوه في المرتبة، لأن مقابلة كولومبيا مقابلة صعيبة، وصعيب باش نقولوا نربحوها بسهولة، ولا حتى درنا تعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لي. إذا مقابلة كولومبيا مقابلة صعيبة، المقابلة الثانية لازم نلعب مع منتخب إفريقي ونحاول نفوزوا عليه، لعبنا مع منتخب خليجي ولا منتخب إفريقي اقل منا من تصنيف الفيفا راح نضيعوا نقاط، وراح نزيدوا نهبطوا من تصنيف الفيفا، وبالتالي صعوبه كبيره في تصفيات كاس العالم، والايام بيننا. نرجع اخوتي لموضوعنا، موضوعنا اليوم هو رياض محرز بعد ما لعب وادى مقابله كبيره مع شختار دونسك. هل رياض محرز راح يكون اساسي في المقابله القادمه في الدوري الانجليزي ضد نادي واتفورد ام لا؟ صحيفة ذا اكسبريس تكلمت وطرقت اليوم الموضوع انه بيب غوارديولا راح نوعا ما يحافظ على التشكيلة مع بعض التدعيمات، واعطات الصحيفة الانجليزية تكلمت على خطة ولا على الطريقة اللي يلعب بها 4-3-3، حراسة المرمى تبقى كما راها، وولكور على الجهة اليمنى، اوتاماندي في الدفاع مع فيرناندي، نفس التشكيلة تقريبا اللي لعبت المقابلة تاع الشختار، مع إضافة مندي كبديل للمدافع الأوكراني، ونفس وسط الميدان دي بروين، رودري، دافيد سيلفا، دخول دافيد سيلفا، وأيضا برناردو سيلفا. الشيء الغريب أنها الصحيفة إكسبريس ذا إكسبريس تكلمت أنه رحيم سيرلينغ تراجع المستوى تاعو، وأنه رحيم سيرلينغ راح يتم تغييره برناردو سيلفا وبقاء رياض محرز في التشكيله الاساسيه مع دخول اغويرو مكان جيسيس. هذه صحيفه ذا اكسبريس، ذا اكسبريس تكلمت انه رياض محرز راح يكون اساسي، ولاول مره رحيم سيرلينغ راح يكون على مقاعد البدلاء، لاول مره رحيم سيرلينغ على مقاعد البدلاء. هذه تبقى الا مجرد كلام صحافه، صحيفه عندها مصداقية وصحيفة بريطانية معروفة من قديما ذا اكسبريس، لكن انا يا قناعتي الخاصة، هذه رأي الصحيفة، انها راك شافت باللي محرز غيكون اساسي. يمكن صحيفة تكون صادقة، بصح انا رأيي الخاص انه غوارديولا ماهوش غيخرج عن عاداته وتقاليده. غوارديولا يبقى غوارديولا، بيب غوارديولا يبقى بيب غوارديولا، ماهوش راح يتغير. بيب غوارديولا في المؤتمر الصحفي اتطرق
اتطرق وقال لازم ايضا محرز يكون متفهم وواعي وما يتقلقش لما يكون احتياطي. ندوة الصحفية لليوم اللي تسبق المقابلة نتاع واتفورد غدا قال يجب يعني لازم رياض محرز يكون متفاهم. شكر رياض محرز قال لاعب كبير ولاعب يحب يلعب الكرة وحتى كي تضيع له الكرة يعاود يحاول يطلب الكرة يعني عنده الإرادة. بصح قال لازم رياض محرز يتقبل الاحتياط. هذا ما راح يتنافى مع الكلام هذا اللي راح يتنافى مع كلام الصحيفة ذا إكسبرس اللي أكدت ودارت قائمة وتشكيلة باللي القائمة الأساسية فيها رياض محرز وفيها برناردو سيلفا وما فيهاش رحيم ستيرلينغ. أنا قلت ونعاود، غوارديولا وفي بعاداته وتقاليده. غوارديولا دير مقابلة كبيرة خاص نحكي على رياض محرز ما نحكيش على ستيرلينغ. ستيرلينغ محبوب غوارديولا وستيرلينغ رحيم ستيرلينغ كيما نقولوا يحب يرضي الانجليز على حساب النادي تاعو، يحب يرضي الانجليز. قال هاو يلعب لاعب دولي انجليزي لازم ديما يلعب. رحيم ستيرلينغ عديد من المقابلات يكون خارج الاطار يضيع كرات يجيب بطاقات صفراء ليه هو، بصح يلعب دائما اساسي دائما اساسي. اذا انا متيقن الا ربما نحن مشينا بكلام الصحيفه ستيرلينغ باش يكون احتياطي هذه من المستحيلات السبعة من المستحيلات. إذا ليكسبريس نعاود نقول قالت باللي رياض محرز وبرناردو سيلفا راحين يكونوا أساسيين ينشطوا الخط الهجومي بخطة 4-3-3 معاهم أغويرو. غوارديولا خرج للمؤتمر الصحفي واش قال؟ قال باللي لازم رياض محرز يتقبل الاحتياط وما يتقلقش. هذا بيب غوارديولا. اذا اغلب الظن رايح يكون رياض محرز احتياطي. رياض محرز المقابله الاولى مع ويست هام دار مقابله من اروع ما يكون، خمس اهداف ساهم فيها وحده. المقابله اللي بعدها لقى روحه احتياطي. ايضا مقابله توتنهام قلنا لقى روحه احتياطي. المقابله اللي بعدها كريستال بالاس لقى روحه احتياطي الى غايه مقابله برايتون. هذا هو غوارديولا، هذا هو غوارديولا. نورويش سيتي احتياطي، هذا هو غوارديولا. دير مقابلة كبيرة ساهم في فوز سجل أهداف تعطي تمريرات تلقى روحك مقابلة اللي بعدها احتياطي، خاصة لما تكون أنت اسمك رياض محرز وجنسيتك جزائرية وتنتمي إلى قارة اسمها قارة أفريقيا. كاين ناس ما تعجبهاش الهضرة هذه بصح هذه حقيقة والواقع. ويلفريد بوني مثال حي، مهاجم سوانزي اللي راح المان سيتي مثال حي، تشوفوا وين راح بالتحطيم والعنصريه تاع غوارديولا. يا توري قصه يعرفها العام الخاص، سامويل ايتو قصه يعرفها العام الخاص في نادي برشلونه، كايتا في نادي برشلونه، وامثله عديده. هذا هو بيب غوارديولا اللي كاين ناس تقول لك ما كانش منها، احنا نهضروا بالواقع وبأمثلة حية وبواقع حية. هذا الواقع اللي نشوفه فيه. إذا ذا إكسبريس تقول بلي رياض محرز راح يبدأ المقابلة أساسي مع برناردو سيلفا، وغياب لأول مرة غياب رحيم ستيرلينغ على مقابلة واتفورد ضد مان سيتي. من الجهة الأخرى ولا من جانب المقابل، سي بيب غوارديولا يقول بلي رياض محرز لازم يتقبل الاحتياط ولازم ما يكون متفتح ويكون ويتقبل امر الاحتياط بصدر رحب عادي، يعني بامر عادي نورمال. هذا بيب غوارديولا. اذا المقابله واتفورد انا بالنسبه لي 70% راح يكون احتياطي رياض محرز، 30% للصدفه اذا كان اساسي، رغم انه لاعب بين واثبت انه لاعب منطقه الكبار ويستاهل رياض محرز دائما مكانه اساسيه، لانه لاعب من اللاعبين الكبار في اوروبا وليس في انجلترا فقط. بالتوفيق لرياض محرز في مقابله واتفورد، ولما لا مشاركه اساسيه، ولما لا تسجيل اهداف وتقديم مقابله
رائعة. في الأخير ختم ملاقاتنا مع مجموعة من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.